السلام عليكم. زوارتنا اليوم عن الوقاية من أضرار التشنجات. إذا لا سمح الله تم تشخيصكم تشنجات أو مرضى الصرع، دائما الدكتور يركز على نقاط مهمة نحن المفروض نلتزم فيها. أشهرها هو ممنوع السواقة، وعادة هذا يصير بس فترة معينة طول ما احنا في خطورة نتيجة التشنجات، حفاظا عليكم وعلى حواليكم. النقطة الثانية دائما نركز عليها، لا سمح الله إذا بتطبون حمام سباحة لازم يكون في مرشد يكون موجود ويكون عنده خبر علشان العين تصير عليكم. وانتوا بكرامة إذا بتروحون الحمام لازم ما تقفلون الباب، نفس الشيء بالليل مع النوم لازم ما تقفلون الباب. إذا انتم من النوع اللي تحبون الباربيكيو والدواء لا تقربون وايد من الفحم، وإذا تحبون تطبخون لا تقربون وايد من الشولة. غير كذي إذا يالكم تشنجات اللي تصير تأثر على الجسم كلها، تقدرون تناقشون مع دكتوركم أهمية الدواء اللي يكون عند اللزوم يقدر يوفر لكم إياه، إما عن طريق الفم أو الفتحة الشرج. والله يحفظكم من كل شر.